السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مكنسة من ماركت بيسل تسمى فاذر ويت، اللي هي وزن الريشة، ممتازة جدا وعملية لتنظيف الأتربة الجافة من السجاد والسيراميك والكنبات، وممكن نستخدمها لتنظيف السيارة. القطع المتواجدة في الكرتون هذه القطع، أولا قوة المنتج 520 واط، سعة الخزان نص لتر. الجميل أيضا إنها بدون كيس، الفلتر بدون كيس معناه أفضل وصحي من ناحية تنظيف الفلتر أو الخزان نفسه. القطع المتواجدة في الكرتون الموتور، تمام، العصا، والقطعة اللي تركب تحت لتنظيف الأرضيات، والقطعة الثانية لتنظيف الزوايا. قبل تركيب المنتج هذا الزر إذا ضغطته يتبطل اللي هو أو يتبطل الخزان الأوساخ. الفلتر هذا داخل موجود، تركيبه بسيط جدا. الآن وبهذا الشكل ممكن نستخدمها، هذه المكنسة بهذا الشكل ممكن نستخدمها لتنظيف السيارة وأيضا الكنبات. هذا الموتور قوية جدا، المكنسة صحيح 520 واط ولكن شفتها ممتاز جدا وعملية. مثل ما خبرناكم ممكن نستخدم المنتج بهذا الشكل، تمام، نستخدمها لتنظيف السيارة، ممكن نستخدمها لتنظيف الكنبات، السجاد بهذا الشكل. ما شوف قوة الشق ممتازة، وهذا الأداة لتنظيف الزوايا. موضوع تركيب العصا أيضا بسيط جدا، تقوم بإدخاله هنا وتعمل لوك. ممكن نستخدم مثل ما خبرناكم للكنبات بهذا الشكل، بسيطة جدا. سابقا كنا نشرح لكم طريقة التنظيف، والآن عملي تشوف كيف شرطها للمحارم الورقية. قوية جدا جدا، وأنا حتى أفضل الشخص اللي يحب السفر كثير ويسافر ممكن يستخدم يشيل معاه المنتج، لأنه أصلا بسيط وسهل وخفيف مثل الريشة. في الأخير هذا شرح بسيط لهذه المكنسة اللي هي فاذر ويت من ماركت بيسل. أتمنى أنكم استمتعتم واستفدتم بمشاهدة هذا الفيديو.